طرح اليوم على نتفليكس وثائقي النجمة إليسا It's Okay، واللي كانت قالت للجمهور أنه الكثير من روحها وقلبها حطتهم في هذا الوثائقي، وهو طبعا من 3 حلقات كل واحدة فيهم 40 دقيقة تقريبا، وهو عبارة عن نظرة عن قرب لحياة إليسا وتأملات لها على رحلتها للنجومية بالتزامن مع تحضيرات أول ألبوم مستقل لها. نجمة لبنانية بدأت حياتها ممثلة مسرح، ملايين النسخات مباعة حول العالم. Beautiful best song artist from the Middle East, إليسا. بسألوني قد إيه دافع حقه. إليسا فنانة ما بتشبه حدا. كنت جريئة، لبسة هيدا الشرشف اللي عم بتطير من حولك، كنت عم بتغني بالتخت. بفتكر من أكثر الفنانات متهاجموا على شكلي، على تمي، على لبسي، على الشرشف. من أول ما لبست الشرشف نشروني. بالأيام كنت أبكي، ما بعرف كيف بدي أتعاطى مع الشي اللي عم ينقال لي. أغمى عليها. I'm going to the operation room. بعد المرض صاروا الناس بيقولوا لي إنه بتحسي حالك ناقصة. هربت من كل شيء خاصه مرض، صرت اخذ انتي ديبريسور. حكيت للسيكياتر بالله، قلت له انه هذا الدواء مجنني، هلكني. صار عندي ادمان، ما بقى في يقوم من التخت. الكانسر طلع من وراء علاقه حب، كانت فيري توكسيك. اول حبه هرمون اخذتها خلص عملت مينوبوز. لعند هالدوكيومنتري حبيت ظلم المجتمع، العنصريه، الذكوريه. أول مرة العالم بتشوفني هيك، في جرأة بكل شيء. قصولي هالفاقة، قص حبيبي قص قص. في ناس كل ألبوم بنجح فيه بيراهنوا إنه أنا ما رح أقدر أوصل للألبوم الجاي. It's okay. إليسا قبل طرح الفيلم كانت نزلت لمتابعيها كمان دعوة شخصية منها لهم على حياتها وبيتها مثل ما قالت. حبيت اليوم قبل ما ينزل الدوكو سيريز وتفوتوا على بيتي وعلى حياتي، حبيت احكيكم انا ديراك واعزمكم شخصيا. اول مره بعمل شيء ما بيكون هدفي انه اوصل حالي باجمل صوره. هالمره كان الهدف وصل صورتي كامله، تجاربي كلها وحقيقتي مثل ما هي، بحلوه وبمره وبجمالها وببشعتها بكل شيء. هذا الدوكي سيريز كان من اصعب الاشياء اللي انا عملتها بحياتي المهنيه لهلا، لأنه من خلاله كنت عم بضطر كون عم واجه حالي أول شيء، وأحكي عن كتير أشياء ولا مرة كنت مفكرة أحكي فيها بالعلن أو أحكي فيها أصلاً. هذا الدوكي سيريز لكل حدا بحبني وناطر أخباري، ولكل حدا يمكن ما بحبني ويمكن رح يحبني شوي من خلال الدوكي سيريز، وفي ناس يمكن ما يحبوني بالمرة. So it's okay. أنا ردي. Are you? وما لحقت تمر ساعات على طرح وثائقي إليسا، لكن اسمها طبعا اوريدي ترند والناس بس بتعبر عن رأيها فيه. وبأمانة الآراء بمجملها معجبة ومعجبة جدا، وغالب على الآراء الحماس الشديد للألبوم الجديد وسعادة بالتفاصيل اللي كشفتها إليسا عن حبيبها الحالي.
وثائقي إليسا اسمه It's okay من الجملة الشهيرة اللي انشهرت فيها في المقابلات والتصريحات. لكن غير هذه الجملة يبدو محبي إليسا كمان طلعوا بأكثر من جملة من الوثائقي شايفينهم ينفعوا كمان شعارات لهم.